صباح عليكم مشاهدينا في كل مكان، في صباح الخير يا مصر. تعالوا دلوقتي نتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. سعر الدولار الأمريكي، سعر البيع فيه 19.33 والشراء 19.26. اليورو، سعر البيع فيه 19.35 والشراء 19.27. جنيه استرليني، سعر البيع 22.31 والشراء 22.21. فرانك سويسري، سعر البيع فيه 19.86 والشراء 19.77. اليوان الصيني، سعر البيع فيه 2.78 والشراء 2.76. ريال سعودي، سعر البيع 5.14 والشراء 5.12. دينار كويتي، سعر البيع فيه 62.65 والشراء 62.39. واخيرا الدرهم الاماراتي، سعر البيع فيه 5.26 جنيه والشراء 5.24 جنيه. نروح لمتوسط أسعار الذهب النهاردة ونشوف أسعاره. سعر عيار 18، سعر السوق النهاردة 953 جنيه للجرام. عيار 21 النهاردة 1112 جنيه للجرام. عيار 24 النهاردة سعر السوق فيه 1271 جنيه للجرام. وأخيرا الجنيه الذهب، سعر السوق فيه النهاردة 8896. ونروح لأحمد وباسانت ونكمل معاهم بقية الفقرات. شكرا ليك يا لميا.